هنبتدي محاضرة الماتيريال النهاردة صح؟ طيب يعني ايه ماتيريال اصلا؟ ما هي الماتيريال؟ يا خامات ما يعني ايه خامات؟ يعني صورة، يعني. يعني ايه صورة؟ او حتى كمان لون. ها؟ عايزين بساعدكم. صورة ومالنا ملمس، يعني معنى كده ان انت بعد ما تروح تحط التيكتشر بتاعتك او الصوره بتاعتك او حتى اللون بتاعك لو هو دهان بتدي له الملمس الواقعي بتاعه اللي هو الايفكت او التاثير بتاعه. يعني معنى كده ان انت عندك اي خامه او اي ماتيريال هي عباره عن صوره او لون او تيكتشر واخده الملمس الطبيعي اللي انت بتشوفه بره. طيب قبل بس ما نخش في الماتيريال، هي ايه نوع الخامات اللي انت عايزين تاخده او ايه نوع الماتيريال اللي انت عايز تاخده؟ هو طبعا صوتك فيه صدى شويه عشان كده مش سامعك. طب حدث. انتوا مش عايزين تاخدوا سؤال ماتيريال خالص؟ تاني. السؤال ايه نوع الماتيريال اللي انتوا عايزين تاخدوه؟ بعيد عن الماكس. الماتيريال بتاعت الجلاس جلاس بس كده. والبريكس بقى والحيطان والحاجات دي. ماشي، يبقى كده في عندنا 3 حاجات، الجلاس والبريكس والحيطان ولا ايه تاني؟ الفابريكس بتاعت الفرنتشر مثلا وكده، اوكي ايه تاني؟ ما كنت مش عايزين، والرخام يعني، مش مثلا عايزين، الرخام الحاجات دي. انت عايزين الرخام لكن مش عايزين الجرانيت صح؟ لا طبعا الجرانيت كمان مهم أوي. طب انتوا مش يبقى انتوا كده مش محتاجين بورسلين. احنا مش هنقعد نسبيسيفاي كل حاجة، السيراميك والبورسلان والماربل وكل حاجة. مين اللي بيقول مش هنقعد نسبيسيفاي؟ مين؟ ده أنا يسرا. كده يا يسرا، ده انا بقول عليك خالفة الملاعب. لا قصدي ان احنا مش هنسبيسيفاي، احنا عايزين نعرف كل حاجة. بص هقول لك، هو المغزى من السؤال ده ان هو القصه مش قصه ان احنا هناخد ماتيريال ازاي. انت كده كده باي ديفولت اصلا هتعرفي الماتيريال بالحرف. خدت بالك؟ انما هي القصه كلها ان انا ازاي احط ماتيريال تحاكي الواقع او تبقى فيها نفس الافكت نفس التاثيرات الواقعيه اللي موجوده عندك من بره، هو ده الاساس. ان انا مثلا مش هروح اجيب مثلا زي صوره زي كده، انت هتروح تحط لي مثلا هنا ارضيه وتحط لي هنا سجاد، بس السجاد ده بيلمع في درجه لمع. مش هروح احط مثلا ماتيريال زي كده وفيها باركيه او فيها كذا في الارض والباركيه انت مديله درجه لمع عامل زي السيراميك او البورسلين، لا ما ينفعش. مش هتروح تحط لي مثلا هنا ترابيزه خشب وعامل زي الميرور، ما ينفعش. اللي انا اقصده ان انت تروح تحط ماتيريال زي ما هو واقعي فعلا وانت بتشوفه. حد معايا ولا فين؟ مع حضرتك. طيب كنت تزود بص كام؟ ليه؟ الصوت بقى واضح شوية كده. احسن كتير. بص الماتيريال انت في عندك حاجتين، في المكتبه، والمكتبه دي يا دوب انت بتروح تختار نوع الماتيريال اللي انت محتاجاها وتروح تنادي عليها فقط فيروح يطبق لك الماتيريال اللي عندك على الكتله. وعندك حاجه تانيه اللي هي ان انت تروح تصنعي في فوتو الماتيريال. هنمشيها بس واحده واحده. الماتيريال المكتبه الجاهزه زي ما احنا اتكلمنا هي عباره عن ايه؟ عباره عن تيكتشر، عباره عن لون، عباره عن افكت، عباره عن ريفلكشن، عباره عن ريفراكشن، كل ده واحد مصنعهم ومديك المكتبه الجاهزه. فين المكتبه الجاهزه دي يا طه اللي انا زي اللي انا اديتها لك؟ اللي موجود عندك في الفي ري ماتيريال، واللي موجود اوتوماتيك اصلا في الفي ري فايل. خلاص؟ يعني هتلاقي في عندك هنا في ري اهو، شايف حد شايف ولا لا؟ وادي الماتيريال اهي، هتشايفها؟ هاجي مثلا هاخد من هنا كده ادي الماتيريال اهي، وكل فولدر من دول هتلاقي فيه عندك الكتالوج بتاعه. هتشايف؟ ده شكل عرض الماتيريال عندك على الكتله من بره. يعني دي مش هي دي الماتيريال اللي انت هتستخدمها، لا انت بتشوف شكلها وتعرف اسمها وتروح تنادي عليه. يعني مثلا فور اكزامبل، مثلا هتيجي يا طه من عندك انا عايز من هنا وود مثلا، هرجع كده باك وهاخد من وود وهاخد حاجه اسمها ابانوس، دي لسه مجربها من شويه مع المجموعه اللي حلو اللي هي دي. طب ثم دي عباره عن ايه؟ عباره عن كتالوج، شكل التيكتشر على الوحده على اليونت، الصوره المستخدمه، وده الفايل اللي هو الجاهز اللي انت تروح تنادي عليه عشان يتنفس. طب ازاي يا طه؟ انا هاجي كده اهي وادي كوره اهي، وتعالى النادي على الماتيريال اللي جاهز. حاجه من الماتيريال هي فيها نوعين، في الكومباكت ماتيريال والسليت ماتيريال. احنا كده كده هناخد واقول لكم الفرق ما بينهم. هاخد الكومباكت ماتيريال الاول. هل هو ده ايه ده؟ دي عباره عن مجموعه سفير. ايه السفير؟ انا شايفهم ان هي سفير. السفير دي عباره عن وسيله عرض شكل الماتيريال قبل ما تقول له على الكتله بره ايه؟ حطها لي. احيانا تلاقيها صغننه كده يا يوسف. هتشايف؟
مثلا انت شايفه شكل الماتيريال على الكره الصغيره دي، ولا انت لابسه نظاره زيي؟ لا مش عليها مش اي ماتيريال. ماتيريال. لابسه نظاره؟ لا هي لسه طيب ما اتحطش عليها تاني. اوكي. طب انا مش شايف، فكليك يمين، حاجه اقول لو سمحت كده خليهم 5 في 3. شايف يا جمعه يا طه؟ لا. طب دوس كده رايت كليك عليها وخليهم 3 في 2. يعني اللي انا بعمله ده مجرد تكبير شكل عرض الماتيريال عندي، لمجرد ان انا اتفرج عليها فقط. انت معايا؟ تمام. طب انا اتفرجت. طب انت كده شايف يا جمعه يا طه؟ لا. دوس عليه دبل كليك. اكيد كده انت شايف. حتى الويندو دي تقدري تكبريها وتصغريها زي ما انت عايزها، لمجرد العرض بس قبل ما تنفذيها. شكرا. اتفقنا لما بتحب تروح تنادي على الماتيريال جاهزه، فانت بتيجي عندك من كلمه مين؟ لو حد فاكر اللي زي الميه. بيري ماتيريال. بيري ماتيريال. وتيجي تخش على مين؟ على السهم الصغير ده عشان تنادي على مين؟ ممكن ماتيريال لايبرري. ثم اشوف فين الفولدر اللي انت حاطط عليه الماتيريال الجاهزه اللي هو ده، وتنادي على الفايل اللي هو الاكستنشن بتاعته ماك ام اي تي. اهي دبل كليك. فين الماتيريال اللي نزلت؟ اول واحده اهي هتشايفها؟ ايه ده، هي دي تقريبا؟ لا، ولا هي تقريبا يا طه؟ ممكن ندوس عليها ونشوف مكتوب عليها. ما مكتوب لكن انت شايفه. تعالى كليك يمين كده نشوفها، نخليها لارج ايكون كده. هي دي؟ دي الابانوس او ده الخشب؟ لا ولا يمكن تظهر. دوس دبل كليك كده، جات لك على الكوره كده، شوفها ظهرت؟ لا. يمكن ده خشب مش واخد بالك؟ لا. حلو. ليه بقى؟ لان الراجل اللي صنع المكتبه الجاهزه دي، بص كده لما تيجي تخش هنا على كلمه ديفيوز حرف الام ده، ما هي دي الماتيريال. المكتبه بتاعته كان شايلها فين؟ اقرا كده يا طه. سي دوكيومنت عند مين ده؟ مين؟ اسم كده بيلا بقى. بلال. اسمي ده بلال. مين بلال؟ معرفش. ده اللي صنع الماتيريال، فعشان كده كل ما الماتيريال تيجي تشغلها يروح ينادي على الباس ده هو مش لاقيها. فانت مجرد ما انت تختارها وتيجي تدوس وان كليك على الماتيريال دي وتقول له الباس بتاعك اهو، وادي الصوره المستخدمه، يروح مشغلها لك. دي المشكله اللي ممكن تقابلكم، خلي بالكم، اللي هو الباس بتاع الماتيريال. هرجع هنا جو تو بيرنت. حرف الام ده موجود في حته مش تانيه؟ فاهمه اخر حته دي عملنا ايه؟ هقول حرف الام ده موجود في حته تانيه؟ اهو هو حاطط في الجلاسنس اهي. طب الايفكت ده موجود فين؟ الصوره فين؟ بردك في العنوان الغلط. شايف؟ خش كده وياخد التيكتشر في مكانها كده. يبقى المقصود ان انت مجرد ان انت بتروح تدي له عنوان الباس الجديد، عنوان التيكتشر الجديده، مجرد ان انت بتوضح له ان المكان اختلف. انت مش انت بتروح تشتغلها وخلاص وتيجي تحطها مش هتلاقي انها اشتغلت، لان هو كل مره بيروح ينادي على الباس القديم ما بيلاقيش الصوره بيديها لك جراي. اللي هو حرف الام اللي بيبقى جنب الديفيوز او تاني اهي، عشان ساره، عشان ساره اعتقد سالتني عليها من شويه. هاجي هنا كده وهاجي هنا من فيري ماتيريال وهاخد دي، نزلت عندي هنا بس هي مش شغاله. انزل كده بالسكرول هتلاقي في عندك جوه ديفيوز حرف الام. حرف الام ده محتوى الماتيريال اللي هي مكانها فين؟ عند بلال اللي هو الشخص الفلاني اللي عملها. هدوس عليها وادي له الباص الجديد وادوس على الصوره واقول له اوكي. وصلت؟ يعني ان حد قابلته مشكله في موضوع الماتيريال يا جماعه اللي هي بتاعت تركيب الماتيريال اللي عندك على الكتله، يبقى انت تشوف الباص بتاعك كان موجود. تمام. واقول له همسك دي كده واقول له هنا كده اساين لو سمحت، ثم اشوف الماتيريال طلعت. طيب بس خدوا بالكم في حاجه، انت لو انت ما فهمتش ماتيريال انت مش هتعرف تروح تتصرف في الماتيريال اللي موجود، مش هتعرف تروح تصلحها، مش هتعرف تروح تغير الايفكت، مش هتعرف تروح تغير الريفلكشن والريفلكشن والكلام ده كله. طب انا هعمل ايه؟ لازم نتعلم نصنع ماتيريال الفتفوته اللي انت عايز تصنعها تقدر تصنعها، ما تبقاش نقطه ضعف عندك وما تستخدمهاش لو عايز بمزاجك. حد معايا؟ تعالى بقى نصنع الماتيريال. هرجع هنا كده من اول ونضيف خالص فايل ريسيت، وهاجي هنا كده اروح جاي عامل هنا اي كوره او حتى بوكس، والبوكس ده عايز اروح احط له هنا ماتيريال. فانا باجي عندي هنا اهو كده ادي الماتيريال، هاخد الكومباكت ماتيريال. احنا اتفقنا وعرفنا ان كل كره من دولت بحط عليها خامه او مجموعه خامات فوق بعضها عشان انزلها عندي على كتله او مجموعه كتل انا بعملهم سلام. اي خامه او اي ماتيريال انت عايز تروح تصنعها هي عباره عن 3 اضلاع في منتهى الاهميه. اول ضلع عندك اللي هو اسمه ايه؟ ليزك بارامتر. اه اللي هو فيها ديفيوز. طيب هتيجي تاني حاجه رماز اللي هو ايه؟ ريفلكت. ريفلكت اللي هو الانعكاس.
ثالث ضلع والاخير اللي هو اسمه ايه؟ ريفراكت. ريفراكت بالار. الثلاث اضلاع دولت هم المكون الاساسي ل 95% من الماتيريال. طب دي واحده بس، انت تقول 95 هي الخمسه مش هناخدهم يا طه؟ لا هناخد الخمسه برضه، بس ال 5% دولت يا طه هم عباره عن مجموعه افكتس او تاثيرات موجوده عندك جوه هنا مابس. عايز تروح تدي حاجه اسمها بامب، عايز تروح تدي حاجه اسمها ريفلكت، حاجه اسمها جلوسنس، حاجه اسمها كذا، حاجة وهكذا. معايا؟ يبقى كده الخلاصه من ايه؟ الخلاصه ان انت عندك الثلاث اضلاع اللي هم مكونين لاي ماتيريال في الدنيا بنسبه 95% بتتكون من ريفلكت، اول حاجه الديفيوز، ثاني حاجه الريفلكت، ثالث حاجه الريفراكت. الخام او ماتيريال بحط من هنا لون او ماتيريال صوره، ثم باجي ريفلكت بحط انعكاس بدرجاته المختلفه والاوبشنز بتاعته، ثم ريفراكت اللي هو الانكسار، ده الثالث الضلع والاخير. طب ال 5% المتبقيه اللي هي عباره عن الايفكتس الموجوده جوه المابس. وصلت؟ طيب احنا كده بادئنا من ايه؟ فروم سكراتش، من زيرو. طب انا عايز اروح احط بقى ماتيريال، طب انا هعمل ايه؟ انا هاجي هنا يا طه عندي على الكور، عايز احط لون، هو طه ما ينفعش احط لون من بره؟ ينفع. ينفع، بس اللي بره ده ما يعتبرش ماتيريال. يعني انت لما تيجي تحطي مثلا دي وحده اضاءه وتسقطي جواها ماتيريال، سوري تحطي تسقطي جواها لايت، هو مش هيحس ان دي ماتيريال. طب انت عايزه تحطي لون، حطيه من جوه. همسك اي كوره واجي ديفيوز، تيجي طه تاخد اللون اللي على مزاجك اهو اي مكان، واخد الكوره دراج كده او اقول له هنا اساين وشو، يعني خد لي محتوى الكوره طلعه لي على الكتله من بره اللي انا ماسكها. كده عباره عن لون بس ماتيريال، حيطه واخده مثلا درجه لون. يعني انت لو حبيت تحط ماتيريال لون ما تستخدمهاش من بره، بره دي كاننا لم تكن. طيب دي حاجه. لا معلش انا مش عايز لون، انا عايز تقسيمه معينه او صوره معينه. هتيجي عند ديفيوز في مربع صغير من جواه هتلاقي فيه فرح العمده كتير قوي، حضرتك هتيجي تختار من جواه ايه؟ مابس. اللي هي من جواها مين؟ جنرال. هتروح انت جاي واخد مين؟ بيتمان. يروح نقي لك اي صوره تيكتشر انت عايزها. استنى بس، وانت هتروح تحط صوره؟ ايوه احنا اتفقنا، انت هتروح تحط الصوره ثم هتروح تكمل الافكتس بتاعتها عشان تديها ملمس طبيعي. تعالى بس نختار الصوره. اي جهاز يا طه عليه 3 دي ماكس هتلاقي فيه الفولدر ده موجود جواه. فين ده؟ اللي هو موجود على السي، بروجرام فايلز، كومن فايلز، اوتو ديسك شير، ماتيريال، تيكتشر، 3 ماكس. انا عايزكم تصوروا ده عشان انت هتعملها بعد شويه، هتروح تجيبه بعد شويه عندك. ولما تخلصوا صوره بس ومش هينفع تبعتوها للاسف. تمام. خلاص؟ طيب يبقى معنى كده ان انت عندك اي فولدر، اي جهاز عليه 3 دي ماكس هتلاقي الكلام ده نزل عليه. طب شكرا. حاجه اخد من هنا صوره، اختار اي صوره على مزاجك يا طه، اي حاجه تعجبك. ما تختار يا طه. اللي هي الماركيه اللي كان فوق، كان في ماركيه فين ده يا طه؟ في حاجه فيها جليتر كده كانت حلوه بس. طب ناخد دي ولا دي؟ على اساس هتاخدها ولا لا؟ نشوف لو. طب حاول، انا محتاج ايه تحديدا؟ انا محتاج صوره يكون فيها ترجمه. لا غير الثلاث حاجات، مش بنتكلم في ثلاث حاجات دلوقتي، انا بتكلم في صوره بس يكون فيها تقسيمه رباعيه عشان اقول زيتونه بس. هاخد الصوره دي. في زيتونه بقى في منتهى الاهميه رماز هنا في الحته دي اللي هي ايه؟ حد فاكر وظيفه الجامعه؟ بتعمل ايه دي اصلا يا سلمى؟ يا ساره؟ برايتنس. حلو، الجاما هنا اهو. الجاما موجوده هنا برضك اهي، بس على الصوره. يعني اقدر اجي اقول له هنا اوفر رايد، واجي اقول له غمق لي الصوره اللي جايبها او فتحها لي بدرجه كذا. يعني انت بتزود وتفتح درجه الايه؟ البرايتنس بتاع الصوره دي بس فقط، مش محتاجه اخليها اوتوماتيك. تمام. وهاجي اقول له اوبن، الصوره جت فين هنا بره؟ الماتيريال. حاجه اقول له هنا اساين كده، هتظهر في الريندر بس، وشو تظهر قدام عيني. ظهرت؟ بس جه طه قال لي لا معلش، هي دي كبيره قوي عايز اصغرها. ما هي دي صوره. في حاجه اسمها تايلنج، تايلنج دي ادي اليو والبي اللي هي الاكس والواي. تعال نكرر الصوره دي مرتين في الاكس ومرتين في الواي. شايف؟ بس خد بالك ده لو باركيه انا عايز اديله زاويه 45. اليو في دبليو اللي هي الاكس واي زد، تعالى مثلا في الدبليو هنا اهو قال لي 45 لو عايز. لا شكلها وحش، خليها لي يا طه زيرو. ماشي.
بس طه هيجي يقول لي طب انا الصوره دي هي حلوه بس انا محتاج طه انت هنا صح؟ اه يا باشمهندس معاك. طيب طه يجي يقول لي مثلا انا عايز معاك حته، عايز حته من الصوره. يعني ايه طه حته من الصوره؟ هي قفلت معاه على كده. هتلاقي بقى انت عندك من تحت فيه هنا فيو ايمج وفي مربع احمر بحدد له الحته اللي انت محتاجها طه من الصوره كده، شايفها؟ نعم. واقفل دي واقول له هنا ابلاي. شايفها اللي حصل؟ يبقى انت اخترت جزء من الصوره انت عايزه عشان يتطبق، وتقدر تكرره بردك على مزاجك زي ما انت عايز. تعال نخلي كده مثلا هنا الجزء اللي انت كررتها عايز اكررها هنا 5، وهنا مثلا 5 برضه. هتشايف؟ جت مثلا ساره قالت له لا لو سمحت انت عندك التايلنج مش حلو، الصوره عايزين نكبرها شويه. افتحي بس هنا يا ساره كده الصوره دي وبصي كبري كده المربع اللي طه عمله. بصي هتشايف؟ يبقى انت بتروح تنتقي جزء معين من صوره معينه من غير ما تبوظها، وتقدر ترجع لها في اي وقت. وصلت؟ هي دي صورة عادية باكستنشن عادي يعني؟ اه صورة جي بيج عادي، صورة عادية. انا مدي بتاعها حوالي 60 جيجا مثلا ولا حاجة. خلاص؟ وصلت؟ تاني بقى عشان اسيبكم تجربوها. انا همسك هنا اي كود. طب لو حد فاكر ماليني. ايه بندوس على اللي جنب الديفيوز. ثم من مين بيت ماب جنرال مش فاكر جبتها منين. بص الفرح الكتير ده هتختاري هنا منه مابس ومن جواه جنرال. اخد منها بيت ماب بيت ماب واجي هنا من جوه بيت ماب هاجي اخد اي صور دي ولا دي يا طه؟ دي اللي الشمال يا باشمهندس اللي هي دي؟ الفتحة اه عشان خاطرك بس جات لك اول مرة واقول لك اصاين وشوف. عايز تعمل تايلنج اهي تكرار الصوره، عايز تعملها انجل وزاويه في الاكس واي او زد، عايز تروح تغير الصوره لو رجعت في كلامك مثلا اهي، عايز تروح تقص من الصوره فيو ايمج اهي وتختص منها جزء، وتقدر ترجع في كلامك اي مكان الوقت. بص هو انا بعمل لها جاما منين؟ الجاما لما تيجي تختار الصوره اهي. اوكي هو امتى بيبقى جنب الماتيريال فيه حرف ام وامتى لا؟ لما يعني مثلا انت لو جيتي هنا جو تو بيرنت اهي عشان ترجعي لاصل الشكل اللي واخد ماتيريال هتلاقي حرف الام. انما قبلها مش بيبقى محطوط ام اهي فاضيه. خدت بالك؟ ولو عايزه تشيليه امسكي الكوره وكليك يمين عليها كلير ماتيريال او كلي او كليك يمين كات او كوبي زي ما انت عايز. تمام وصلت؟ احنا حاطينهم دول صور مش ماتيريال صح؟ ما هي الماتيريال عباره عن ايه غير صور او لون وضع افكت؟ ما احنا لسه بنكمل. اوكي يلا جربوها ومش عارف بقى تبعتوا لي ازاي بس قولوا لي يعني. تمام طيب خدناش حاجه نسال فيها. بعد ما احنا خدنا الماتيريال دلوقتي وعرفت ان انا اروح اركب ماتيريال في صوت ازاي تمام، وخدت الماتيريال اللي عندي دي كده وباجي من هنا تاني اهي ومن ديفيوز بيت ماب واجي اخد من هنا صوره واقول له اوبن، ثم اجي يا نور تاني اقول له هنا شو اساين وشو، فجت لي الماتيريال. هنا بقى كده في الوضع ده كده المفروض في حد يسالني سؤال، ايه هو؟ تكستشر؟ لا لو تحب نطنش السؤال مع انه مهم قوي. الافكت بتاعتها؟ لا لسه ما خدناهاش. لو تحب نطنشه نطنشه مع انه مهم قوي. ممكن الصور مع يعني بتاعت الصورة نفسها مش منتظمة مثلا على الكورة، مش منتظمة على البوكس. يعني ايه مش منتظمة؟ يعني كل واحدة مش مكملة اللي جنبها، انت فاهم؟ لا مكملة اللي جنبها اهي. ليه بقى محطوطة على الفور سايدز؟ يعني ايه بقى؟ انا عايزاها في البوك بس مثلا. جدع، مين بقى اللي قال؟ يسرا. ليه كده درجتين يا يسرا؟ ايه السؤال بقى؟ السؤال ان انا لو عايز اروح احط على اي سايد من ضمن السايد دي ماتيريال مختلفه. يعني انت مثلا معاكي ده كيوب اهو، وحتى كمان يا طه لو انت عندك حتى نفس السايد متقسمه، يعني انت لو عندك السايد دي كده انت حاطط اثنين من السيجمنتس، احيانا بيكون هنا ثلاثه وبيكون في يمين وشمال ورا حيطه وفي النص درجه لون او الوان مختلفه او اي حاجه، يعني اي حاجه مختلفه. هعمل الكلام ده ازاي؟ السؤال عايز اروح احط على كل سايد من ضمن السايدز دي ماتيريال مختلفه يا نور.
ايه الحل؟ في حاجتين. اول حاجه لو انا جيت هنا من اديت مش، لا ده برافو عليك، ولو حضرتك جيتي هنا من اديت مش اهي، هتلاقي من جوه اديت مش مين؟ بوليجون. وهتمسكي دي، هي دي رقم كام؟ تعالي نشوف البطاقه بتاعتها تحت كام دي؟ خمسة. طب دي ده فعلا ده كل واحده ليها رقم. ماشي، افرضي ان انت عايزه الاثنين دولت يكونوا ليهم نفس الاي دي، فبالتالي ليهم نفس الخامه والماتيريال، ده ثلاثه، حاجه على الناحيه الثانيه واروح جاي كاتب له نفس الرقم، اكتب له هنا ثلاثه برضه، يبقى دي ثلاثه ودي ثلاثه، لان انت قررتي ان انت تحط لهم ماتيريال واحده، وده رقم واحد خلاص. يبقى كده وظيفه اديت مش خلصت. يعني بعمل منها ايه؟ بخش عندي على بوليجون واروح امسك البوليجون اللي انا عايزه، ثم ابتدي ان انا ايه؟ اديله ارقام متساويه لو انا عايزهم يكونوا واخدين نفس الماتيريال. هعمل انا ايه بقى هنا في الكور؟ هاخد اي كور؟ كنت انا باجي بعمل ايه؟ الحته اللي هي بتاعت ديفيوز. ديفيوز معناها ان انت هتروح تحطي الصوره كلها بالكامل على الكتله كلها بالكامل. لا ده انا عايز افصصها. هتيجي تخش المره دي منين؟ عشان اجي اخد من جوه الحاجات الكتير، الفرح الكتير ده من جوه جنرال، هاخد مين؟ مالتي سب اوبجكت. دي المفتاح اللي بتسمح لي احط على كل سايد خامه وماتيريال. بيسالك سؤال بس، هو انت لو عندك ماتيريال قديمه عايزه تحتفظ بيها ولا تلغيها؟ لا الغيها. هيروح جاي مديك هنا السايدز، وانت عايزه تحطي خامه عند مين؟ مين يمليني بقى؟ ثلاثة. عند واحد لفوق ولا ثلاثة؟ ثلاثة. أخش على النن. طب هو أنت شغالة إيه؟ شغالة في ري؟ أهو. جاب لك مين بقى تاني؟ ديفيوز. اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت السايد دي فقط. أروح جاي داخل من هنا وأجي هنا بيت ماب عادي خالص، وحركة تيجي تختار الصورة اللي أنت عايزها إيه؟ وأروح جاي قال له كده وأقول له هنا أساين. إيه اللي حصل؟ السايدز دول بس اللي وفيها وفيها تايلينج وفيها الصوره والكروب وكل اللي فيها. طب معلش، طب انا عايز ارجع عشان اجيب سايد دي، هرجع هنا جو تو بيرنت مرتين. جاب لك رقم مين؟ واحد. اجي هنا كده واجي اقول له ايه اللي فاكر؟ المالتي سب اوبجكت تاني؟ لا لا دي هنجيب على طول. جيري ماتيريال. انا حبيت الخبطه بس اهي. ثم ديفيوز عادي خالص، واجي هنا بيت ماب واروح انقي له صوره اهي واقول له اساين وشو. وصلت؟ تاني بقى من اول وجديد بترتيبة الخطوات واحده واحده. نور انت معايا؟ نور ونور الكيوب. انا بس بتاكد ورغده. ماشي، بص انا معايا الكتله اهي، وتعالوا واحده واحده. اول خطوه عشان اروح احط على كل سايد ماتيريال او خامه، اول حاجه باجي هنا من اديت مش اهي، واجي هنا من جوه على بوليجون وابتدي اعرف المسميات ايه. مثلا عايز ادي ده خامه، هي دي، ده رقم واحد، وهاجي اللي تحت دي كده اخليها برضك بدل خمسه اخليها واحد اهي. انت ده قرارك. هاجي كده تاني اخش على الماتيريال، مين اللي فاكر يماليني؟ يا طه فيري ماتيريال دي. لا فيري ماتيريال عشان انا ما اعرفش ماكس، انا ما اعرفش لسه بتعلم ماكس. تعالي ماشي فيري ماتيريال. انت بقيتي تشاوليه كمان يا رماس؟ اعمل لك ايه طيب؟ ماشي اوكي. ثم اللي هي جنرال عشان اخد ايوه المالتي سب اوبجكت، والغي الماتيريال القديمه. ثم اروح بقى للسايد، نفسك في انهي واحده؟ كان خمسه، كان واحد، كان واحد. وانت شغاله ايه؟ فيري ماتيريال. واجي اخش من ديفيوز اهي عشان اجي اقول له بيت ماب، وحضرتك تعالي خدي التيكتشر او الخامه اللي على مزاجك. تعالي ناخد مثلا انت، واقول له اساين واقول له هنا شو جت. وصلت؟ طيب عايز ارجع تاني ادي دي، هعمل ايه؟ هي جو تو اروح عليها مرتين بيرنت. ثم مرتين كمان اهي. ثم دي رقم ثلاثه اعتقد. نجيب من فيري ماتيريال. ثم بيت ماب واخد اي صور. طه هناخد دي ولا دي يا طه؟ اي حاجه يا باشمهندس. لونها احمر. ماشي اهي اساين وشو. وصلت؟
حد يعرف يعملها؟ اه يلا اعمل وريني. تمام مش هتعرف توريني؟ اه يعني اللي يعمل يخلص. اصبر. تركيبة الماتيريال دي اللي احنا طبعناها كده على بوكس، احنا ازاي نروح نطبقها فعلا على ارض الواقع؟ معايا الانتيريور شوت اللي احنا كنا شغالين فيه لايت، والارضيه دي كانها هي ما عليهاش ماتيريال وعايز اركب لها ماتيريال. انا هاجي كده هنا على اي كوره واقول له هنا اساين، واقول له هنا شو. دايما بعملها في الاول عشان ما انساش. بس فين الفولدر بتاع الماتيريال؟ مش عارف انا بعت لكم الفولدر ده قبل كده؟ اه ولا لا؟ تقريبا لا. طب بص، هو احنا بص احنا عملنا من شويه اللينكات دي، بس انا مش عارف جبتها منين. في حد قال لي اعمل لها لينك على جوجل. ارفعها على الدرايف. ما هي مرفوعه على الدرايف بس مش عارف اوصل له ازاي. استنى حضرتك ابعت لنا اللينك بتاع الدرايف. اه ما بالظبط. اه هما كان لسه في باشمهندس لسه قايل لي عليها من شويه، خد بالك معانا اهو. بص انا هاجي الفولدر نفسه اللي هو ده، انا هروح اعمله هنا شير. اهو حضرتك برضه هتبعت. اه حضرتك هتبعت لنا اللينك على حالا. اه على الشات. اه ما هو ده اللي انا لسه عامله من شويه. بصوا انت عندك، هبعت لك اللينك اهو بيست اهو. شوف كده في حاجه وصلت لكم ولا لا؟ اه الفولدر ده فيه مجموعه تيكتشر زي ما انتم شايفينها كده. حلو، بص معايا دي احلى. فانت عندك هتلاقي في عندك اصل صوره الباركيه اهي، وفي صوره لونها الاوت لاين بس بتاعها هو اللي متلون اسود وجراي، وعندك الصوره اللي نفسها كلها جراي سكيل. ايه قصه بقى الثلاث صور دولت؟ بص معايا دي احلى. اللي احنا شغالين فيها اول ضلع بس، دولت الضلعين التانيين. تعالى هاجي هنا كده الماتيريال عندي يا جمعه يا طه. بص فانا هاجي اخد من هنا اي سفير. طب هو انا كنت بركب ماتيريال ازاي يا جماعه؟ V-Ray ماتيريال اهي، او من هنا ديفيوز عشان اخد مين؟ باتمان. واجي يا طه عندك هنا اهو كده للفولدر اللي انا باعته لكم اللي هو ليكتشر 2 اهي، واخد اصل الصوره اهي. واحنا اتفقنا انا عندي هنا اوفر رايد لو انا حبيت اروح اغمق او افتح فيها زي ما انت عايز، واعمل هنا كده اساين، واعمل هنا كده شو. الطالينج بتاعها كبير، هروح اكرره. يعني مثلا اقول له لو سمحت كررها لي 3 في 3، 3 في الاكس و3 في الواي. حد معايا ولا فين؟ اه. ايه رايكم في الصوره دي؟ يعني هل ده منظر طبيعي ولا في مشكله؟ لا في مشكله، مش طبيعي. اه مش طبيعي طبعا، ان هي مجرد صوره ملزوقه. احنا بنكمل المشهد ده ازاي؟ اولا في انت محتاجه ان انت تروحي تبيني هنا اهو العرانيس. ايه العرانيس دي؟ اللي هي عباره عن البارز والغائر. اه معايا انت معايا صح؟ اه هعمله ازاي؟ هتلاقي في عندك، تعالى بقى نكمل المشهد بالايفكتس اللي تحت اللي هي فين؟ مابس. الله، اللي هو فين بامب؟ ايه بامب ده؟ ده بامب اللي هو عباره عن امر بحطه جواه صوره، والصوره بتديني البارز والغائر بناء عليه. مش فاهم. حاجه هنا كده عند كلمه نو ماب، وهاخد بيت ماب اللي موجوده في جنرال اهي. واروح اخد الصوره اللي هي الاوت لاين بتاعها اسود. يعني انت يستحسن ان البامب يكون ابيض واسود. خلاص؟ ان الاسود ده هو اللي بيديك البارز او الغائر. فهاجي اقول له هنا اوبن. ونفس التايلنج اللي انت عملتيه هناك اللي هو 3 في 3 هتعمليه برضه. هرجع كده اهي، وهرجع كده اهي، خدت بالك؟ وهكبر الصوره بس لان احنا نتفرج مش اكتر. قول لي كده في فرق؟ اه مش باين. طب معلش عايزين نبينها طه كده. بدل ال 30 دي خليها هنا 1000. ودايما انا بعمل الحركه دي لما اجي احب اشوف الايفكت شغال اه ولا لا. في حاجه ظهرت؟ اه بس برده مش طبيعي قوي. ليه مش طبيعي؟ ليه؟ هو الامر بتاع بابا بيديكي البارز والغائر، انت عايزه العرانيس فقط، فانت تدي لها قيمه قليله. ها؟ طيب تعالي بقى تاني. خلي بالك بس زيتونه او ملحوظه صغيره، الصوره اللي احنا بنعملها دي هتشايفها؟ اه. انت قلت لي ان انت بتاخد الصوره اللي هي الاوت لاين اللي هو ده، اه. بس هنا انت امر بامب بيروح يستخدم الصوره دي كدليل عشان الاسود يخليه بارز او غائر. الجراي درجة مختلفة من البروز والغائر، ان هو يكون غائر، يعني الاسود اكثر بروزا او اكثر ان هو يكون غائر اكثر. ايوه. انت المفروض تعمل ايه؟ لو انت عايز العرانيس بس تبقى موجودة وبقية البلاطة او السيراميكا دي ناعمة يبقى دي ابيض. عايز يبقى يكون فيها تيكتشر خفيف يبقى تاخد الجراي، عايز يكون فيها تيكتشر تقيل تاخد الصورة اللي هي الجريس كلها. احيانا بنلاقي في السيراميكا يا جماعة بتاع الحمام او المطبخ بتلاقي فيه البلاطة نفسها خشنة عشان ما حدش يتزحلق. ايوه. خلاص؟
فانت المقياس او المعيار بتاع امر بام درجه اللون الاسود والابيض. طيب خلي بعد كده تاني اقفل دي كده خلاص. بس بردك الصوره انا حاسس انها في مش مظبوطه. هو انت باركيه لما تيجي تركبيه بقى كده؟ لا في حاجه صغيره لسه شويه كده، دي لسه هناخدها الايه المره الجايه، اللي هي عباره عن اللي هو الضلع الثاني. احنا اتفقنا ان دي 95% من الماتيريال عباره عن ثلاث اضلاع او حصيله نتيجه ثلاث اضلاع. الاولاني اللي هو ديفيوز، الثاني هو ريفلكت. الريفلكت هنا مفيش قيمه رقم بحطها يزود لي ريفلكشن، لا ده هو عباره عن لون ما بين اسود وابيض. حد معايا ولا فين؟ بس دي بقى فيها زتونه كبيره جدا. هو انت لو خليته لامع كده مش السطح كله بقى لامع؟ بس هل منطقي ان انت كل السطح نفسه بتاع الحته كلها اللي انت شغاله فيها يبقى لامع، حتى اللي تحت الترابيزه المظلم بياخد نفس اللمعه؟ لا، على حسب الاضاءه. مش منطقي يا جدع، برافو عليك. طب انا هعرف الاضاءه ازاي؟ ساعتها مش هروح احط له مانيوال كده لون، لا ده انا هقول له روح هنا اهو وخد لي صوره تبقى هي دليلك للامع وايه واللي ما بيلمعش. كل ما كانت البلاطه او السيراميك عندك غامقه يبقى درجه اللمعان فيها ايه؟ اقل من الفتحه. حد معايا ولا فين؟ يعني درجة الإضاءة أو السيراميكا اللي واخدة أو البركية اللي واخدة درجة إضاءة أكيد هتبقى أفتح من التانية. فحاجة أخد صورة برضك تبقى دليل لي وهو بيلمع الشكل. طبعا دي إحنا لسه ما شرحناش ريفليكشن، أنا بقولها لكم بس للتجربة. ونفس التايلنج اللي هتعملي فيها هو هو، ثلاثة في ثلاثة هو هو. طب فين درجة اللمع اللي أنت قلت لنا عليها؟ أرجع كده والبلاسنس اللي موجود هنا مثلا هروح أخليها مثلا 0.8. وكده فرقت؟ اه حلو. يبقى احنا ما اتكلمناش في الفرح ده كله الا من ديفيوز، وجربنا بس مجرد تجربه اللي هي ريفلكت لسه ما شرحناهاش، والبامب لسه هشرحها حالا بعد ما تجربوا لي ده. يعني لسه برضك انا ما شرحتش بامب. بس كده الجلاس ده ما ظهرش على الارض صح؟ لازم اعمل رندر. رندر. هو انا لو عدلت في الانجل في الاول بضطر بقى مع اليو والبي اعدل في الانجل برضه صح كده؟ طبعا. هو في الجراي ده اللي هو التايلز الجراي اللي بحطها لما اكون عايز اعمل ايه؟ الجراي لما تحطيها في ريفلكشن. لما ايه؟ ماشي. لما حضرتك تحطي مثلا عايزه تدي درجه ريفلكشن للارضيه مثلا او الحيطه او الايه، الدليل بتاعه بيبقى صوره جراي. وكده كده انا هعيد تاني اللي هي ريفلكشن احنا لسه ما خدناهاش. بص ده الريندر بتاعه. لا مش طيب، انت جيت من قلت انت جيت من قلت لنا من شويه ان في امر اسمه بامب اللي هو بيديني بارز وغير. بص بقى اسمعي دي احلى. انا جيت هنا اهو كده وجيت هنا من ديفيوز او جيت خدت اي كوره في البدايه اهي تمام، وجيت هنا عندي على سفير مثلا او اي اوبجكت زي ده كده وقلت له هنا كده اساين وشو مثلا. عايز استخدم نفس اللون واروح اعمل بارز وغائر بس في شكل بشكل تاني. هستخدم نفس اللون او حتى لو هو جبس ابيض حتى مثلا. خلاص هنزل من تحت اهي، هتلاقي في عندك هنا ادي مابس، ومن جوه هاجي اخد بام نو ماب، وهاجي هنا بيت ماب، وابتدي اروح اجيب اي صوره انت شايفها مناسبه تروح حاططها. هاجي هنا تيتشر، وهاجي اخد اي صوره من جوه. اي صوره تعجبكم مثلا؟ دي مثلا ابيض واسود. بص اللي حصل عندك في الكوره، حد شايف؟ تعالى اعملها تايلنج. تعالى مثلا خليها هنا 4 و4. يبقى معنى كده ان انت ممكن تستخدمي اي صوره اي مكان عشان تديها البارز وغير في اي كتله. بص للشكل ده كده. هنعمل هنا ريجن عشان بس مش كل شويه ايه تعمل لنا الصوره كلها اهي. بعد كده مش هيخلص اهو. تاني الفايل ده، اعتقد الفايل ده انا بعته لكم قبل كده. لو بتاع الكائن اللي هو ده هشيله، انا مش عايزه ده، انا باخد الاستوديو بس اللي هو فيه اللايت، وهحطه بردك هي نفس السفيره. حاجه اعمل يا طه، حاجه عندي نفس الكوره بس هاجي هخلي درجه اللون بتاعتها ابيض اهي. طه انت هنا؟ اه مش هسمعك. هاخد اي كوره واساين
على كتله واجي اخلي درجه لونها ابيض اهي كانه جبس، وهنزل عندي هنا من بامب مابس بامب. بامب عباره عن وسيله تديني البارز والغائر بناء على تيكتشر او صوره انا بديها لها، وليكن دي او وليكن حتى اي طوب من الطوب اللي احنا كنا شغالين فيها طه، وليكن اللي هو الجراي اللي هو اهو، واجي اقول له هنا كده اساين واقول له هنا شو اللي ظهر عندك هنا، هو مش الصوره ده، هو بيديك شكل تيكتشر الصوره عشان التايلنج بتاعها يعجبك اه ولا لا، لكن في حقيقه الامر هو اداك البارز والغائر على اللون الابيض اللي انت اخترته. حد معايا ولا فين؟ اه بس خد بالك انت عندك امر بامب في النهايه الايفكت بتاعه ضعيف على قده، على قد يا دوب العرنوس على الارض، الفرق ما بين كل بلاطه والتانية حد شايفه؟ بيرندر اه ابتدى ظهر ضعيف، يعني مش هو ده اللي انت محتاجه. ما انت محتاج ايه؟ قال لك لو انت محتاج بارز وغائر بس بزياده، او يديك ايفكت اللي هو البارز وغائر بس بزياده، اخوه بالظبط هو هو امر اسمه ديسبليس، بس الايفكت بتاعه اقوى بكتير. يعني ايه؟ يعني هاجي اخد نفس هي هي نفس الكور الساين وشوف، ودرجه اللون عندي هخليها هنا ابيض، وهاجي من تحت مابس الاخر خالص هتلاقي عندك مين يا طه؟ ديسبليس. وهاجي نو ماب وهاخد هي هي نفس الصوره طه، مش هلعب فيها هي هي. حلو؟ وتعالى نعمل هنا كده ريندم. بص الفرق يا طه ما بين دي ودي. بص الايفكت هنا عامل ازاي؟ ايه الصوت رجع بيرندر بس اه طالع بره خالص. لا ده انت مش متخيل او يمكن مش مصدق. بص الايفكت عامل ازاي؟ قوي جدا. اه يعني ديسبليس اخو بامب بس ديسبليس قوي في الايفكت بتاعه. تعالى مثلا بدل ما انت عندك قيمه ديسبليس اهي ده الشبكه اه بدل ما هي 100 هروح اخليها مثلا 30. بص الشكل عندك عامل ازاي؟ بص شكل الايفكت اللي هو نفسه بتاع البارز والغائر، هو لسه ما ظهرش بس بص على المدى. متهيألي في فارق ولا حد شايف الدنيا متساويه؟ اه دلوقتي اه في فرق. اه في فرق كبير طبعا. انت محتاج ده او ده على حسب بقى احتياجك للحاجه اللي انت بتعملها. ان كنت محتاج حاجه في حدود العرنوس، في حدود اللي هي الفوارق او الفواصل ما بين كل بلاطه والثانيه، اوكي مفيش مشكله انت ممكن. اما لو انت عايز حاجه الايفكت بتاعها عالي جدا خلاص انت عندك ديسبليس. تمام نكملها بس هو هو نفس المثال بس ايه بايفكت. انا هقفل ده كده اهو، وهاجي هنا بردك لاي كوره اهي، واجي اعمل هنا كده اساين، وهعمل هنا ناخد اي كوره بعيد اهي اساين وشو، واللون بتاعها اروح اخليه هنا لون ابيض، وتعالى هنا اهو لبم اهي. بس بدل ما اخد صوره كدليل انا ممكن اخد له هنا افكت. حد فاكر امر نويز اللي بيعمل لي الرمله اللي احنا خدناه؟ ايوه اهو موجود في الماتيريال برضه. بص التضليع بتعمل هو انا بيه. لو عامله الامر ده من بره، لو عاملاه من بره هيبقى على المودلنج اللي احنا بنعمله ده على الماتيريال. بص انا هقصد لو عملت عليه هيظبط ولا لا؟ بس انت عندك المودل اللي هتزود سيجمنت. بص الافكت اللي طالع عندك هنا طبعا افكت 30 بامب ده ضعيف جدا فاهمه. كنسل هرجع هنا جو تو بيرن، واجي اخلي قيمه البامب هو هو اللي احنا عملناه من شويه، بدل 30 اخليها 300، وده اللي نعمل هنا رن. انت شايف شكل الافكت عامل ازاي؟ اه يا سيدي بس ده قوي قوي. بص كده لما هتيجي خلي بالك انا مش بلعب في المودلنج ده، انا بلعب فين؟ في الماتيريال فقط. تعالى هنا اخش هنا جوه البامب والنويز هخليه مثلا 0.5. بص عامل ازاي؟ بردك هو في النهايه على قده شايفه؟ اه لو انت جيتي هنا بقى كده هي هي نفس الصوره هي هي نفس نويز، هاخدها من هنا مثلا اقارن بقى، هاخد من هنا كات وهنزل في ديسبليس اقول له بيست. بص كده لما هتيجي تعملي هنا كده رندر، بص الفرق. اعتقد الفرق ملموس. وصلت بس حبيت اديلكم مثال تاني عشان تعرفوا تجربوا او تعرفوا ايه الفرق ما بين بام وما بين الامر اللي هو بتاع الديسبليس. وصلت؟ تمام اه. طيب لو عايزين تجربوها وتبعتها لي
كل اللي انا باجي بركبه عندي على الارضيه ده، كان سؤال طه سالوني، انا لو عايز اركبه مش بالحب بقى، عايز اركبه بمقاسات فعليه. احنا هناخد فرضيه مثلا ان انت عندك مثلا الصوره دي كل مديوله منها دي 50 سم، فالاربعه دول كده كام يا طه؟ مترين. مترين في مترين. طيب ده فرض. فانا هاجي هنا اهو كده عندي على الارض، وهاجي اخش هنا على الماتيريال، وهاجي اخد هنا اي كوره واقول له اساين وشو. انا دايما بعملها في الاول عشان ما انساش، واقعد الف كده ايه هي ما رضتش تطبق لي، ففي الاول كده بقول له اساين وشو وانساها بقى. فانا هاجي هنا كده من ديفيوز، خدت بالك؟ وهاجي هنا من بيت ماب وهاخد نفس الصوره. طب ما هو ده اللي احنا عملناه من شويه. اه بس هي فيها زيتونه صغيره، واقول لك حالا دلوقتي فين الليكتشر تو تيكتشر اهو، وهاخد الصوره دي واقول له هنا اهو ايه الجديد هنا بقى؟ انت عايز تشغلها بسكيل هنا، هو هنا مكتوب ايه؟ اه رماز يوزرين وورد. حط علامه الصح، ظهرت ظهرت. اه بس ظهرت التيكتشر بتاعتها، هي دي كده اصلا سنتي ولا بالملي؟ انا مش عارف دي ايه دي، كنت انا بظبط اليونتس منين؟ كاستمايز ويونتس كاستمايز. واجي هنا متريك واخليها هنا سنتيمتر واقول له اوكي. حلو، هي مقاسها كام؟ 1 سم. لا اللي احنا قلنا فرضيه الوقت مترين. اه مترين. اه 2 سم في 2 سم اهي كده ظهرت، هي راحت. حلو، يبقى انت هنا بتعملي ايه؟ بحط هنا التك علامه صح عليها واكتب له المقاس الفرضي اللي احنا حطيناه. طب هي ما ظهرتش ليه؟ لان نفس الكتله زي ما انت حطيت تك في الماتيريال هتحط هنا تك بردك فين؟ الموديفاي على الاوبجكت نفسه اهو ظهرت. ايوه اه يبقى كده طه ظهرت تو سكيل، شايفه؟ ايوه اه بالظبط. بس خد بالك زي ما انت عملت هنا هتطلع هنا كده جو تو بيرنت، وهتيجي عندك للريفلكت، وزي ما احنا خدنا من شويه اللي احنا لسه ما كناش شرحناها بيت ماب، وهاجي هنا للون اللي هو الجراي اللي هو ده الدليل بتاعي بتاع الريفلكشن، ونفس اللي انت عملته هتعمله تاني هنا. انت معايا؟ خلاص ما زيها زي التايلنج بقى اهي، هتشايفها اهي. جو تو بيرن درجه الريفلكشن بتاعتي هخليها مثلا 0.85 مثلا، هتشايف اللمعه؟ اه هنزل تحت كده. طبعا ما بيبقاش كده الورنيش، ما بيبقاش لميع كده، بيبقى مط شويه. حاجه هنا للبمب، واجي هنا من بيت ماب والصوره اللي هي الاوت لاين اللي هي دي، وهاجي اقول له هنا اوبن، ونفس اللي انا عملته هو اللي هعمله يوزر ريل برده، وهاجي اكتب هنا ال 200 مترين في مترين. وصلت؟ اه تمام. بص كده الفيروز الغير، بص بقى اتعمل ازاي، شايفها؟ اه تعال نخلي هنا قيمه البامب بتاعك بدل ما هو 30 هروح اخليه 60. ظهرت كده؟ اه ظهرت. طيب حد يعرف يعملها؟ آه. شكرا شكرا. باشمهندس معلش ممكن تاني عشان انا بس لسه جايه. حاضر ما يهمكيش. بص انا لا يا فندم لو اشرحها 1000 مره مني. بص انا همسك هنا الكوره، هو كان السؤال ده كان سؤال طه، لو انا حبيت ان انا اروح اعمل الحاجات دي بمقاسات مالها تو سكيل. اه تو سكيل، فحضرتك هتيجي هنا من كاستمايز الاول اظبط اليونت بتاعتي متريك واخليها هنا سم، حاجه هنا لاي سفير، ثم حضرتك تيجي من ديفيوز واجي هنا بيت ماب، وحضرتك هتيجي تاخد من هنا الصوره وبرضك ممكن اغمقها كمان لو عايزه شويه. ثم التايلنج بتاعها ده اللي هي اللي احنا هنلعب فيه اللي هو ايه؟ في هنا تك هحط عليها علامه صح على كلمه يوز ريل اللي هي دي، واحط هنا القيمه. احنا خدنا فرضيه ان المربعات دي 2 متر، الصوره بتاعتها 2 متر اللي هي 200 سم. تمام. خلاص؟ اه. طيب الكلام ده ظهر اوتوماتيك ليه هنا؟ عشان انت حطيت هنا تك، ولازم الاوبجكت نفسه تحط فيه نفس علامه الصح في الجهه اليمين اهي. اه اوكي. خد بالك؟ بس خدي بالك اللي احنا عملناه هنا هو اللي احنا هنعمله لما نيجي نخش للريفلكت بيت ماب، واجي اخد اللي هي الجراي اللي هي دي. اه خدت بالك؟ وبرضك اقول له هنا يوز، واروح جاي كاتب له هنا 200 اهي، واجي اكتب له هنا تحت 200 برضك اهي، خدت بالك؟ ثم درجه الريفلكشن بتاعتي اللي انا حطيته الدليل بتاعها الصوره هو بتاعته مثلا خليها مثلا 0.85 نفس اللي انا عملته من شويه، ونفس القصه اللي انا هاجي اعملها هنا بامب مابس، قيمة البامب اللي أنا عايزها أخليها هنا 60،
وهرجع هنا عند نان هقول له لو سمحت جيت ماب، وهاجي هاخد الصوره اللي هي الاوت لاين بتاعها الاسود والابيض اهي، خدت بالك؟ وهاجي هنا، هو كده اللي انا عملته هناك هو هو اللي انا هعمله. 200 في 200 ده الفردي اللي انا حطيتها، لان انا ممكن اقيس الصوره واعرف اقيس قد ايه بالظبط. وصلت؟ فهمت. نعمل ايه بقى؟ يلا ضربيها ولو في حاجه قول. تمام. مع حضرتك يعني حضرتك تفتح واحنا نعملها معاك. نجربها سوا. اديني فتحتها اهي، والفايل انا لسه هفتحه اهو. خدت بالك؟ اللي هو ده. لسه اول نضيف خالص، الدنيا ما فيهاش اي حاجه. ده حاجه هنا كليك يمين اقول له هنا ان هايد اول، وكليك يمين هايد. انت كده مجرد ملف احنا بنجرب عليه بس تيكتشر او ماتيريال فقط، مش هنصنعه. ثم حاجه ادي الماتيريال، يلا نبتدي. تمام. فيري ماتيريال هاخد اي كوره الاول، كوره واساين وشو، وبعيد عن اول كوره عشان دي بتاعت الاستوديو. اساين وشو، يبقى خلاص. يبقى انا جيت من هنا اديت له، هنزل بقى على مين يا حاج رماز؟ على الايفكت. الله، هو في حاجه هنا ترانسبيرنت تقريبا، ترانسلوسنت؟ لا هي ممكن اوباستي. ايوه، واجي اقول له هنا ايه؟ نشوف نو ماب، واجي اخد مين؟ بتمان. الله، وفين وفين الصوره اهي؟ الصوره دي خلي بالك لازم تكون ابيض واسود. ليش معنى يعني ابيض واسود؟ لان معنى الاسود ده معناه ترانسبيرنسي خالص. فول ترانسبيرنس. الابيض ده ان هو ما فيهوش ترانسبيرنس. اجي اقول له هنا اوبن واقول له اساين، ثم اقول له هنا شو. طبعا تكرارها انت تقدر تعملها تايلنج زي ما انت عايز يعني، ممكن تيجي تقول له لو سمحت كررها لي 4 في الاكس و4 في الواي زي ما انت عايز. طب هي ابيض واسود، انا عرفت لونها منين؟ يعني يعني هي كانت الصوره كانت ابيض. هي اصلا هتطلع ابيض واسود كده؟ لا، هي اصلا هتطلع بعد الريندر اهي، تطلع كده. طب لو انا عندي الصوره اللي انا عملت لها انسايد دلوقتي هي كانت ابيض واسود، انا عرفت ان هي لونها بيربل ازاي كده او طلعت كده ازاي؟ يعني انت حطيت اللون ده في ديفيوز اهي. جو تو بيرن، وجيت اول ما جيت خدت الكوره من فوق خالص خليت لونها كذا. هي اصلا كان لونها اهي. اوكي، بصي. اهي، فهمت. وصلت؟ يبقى القصه كلها ايه؟ في ال 5% اللي هي اللي احنا كنا اتكلمنا فيهم في بدايه المحاضره، اللي هي الايفكت او الاوبستي او التاثيرات اللي انت بتحطيها، اللي هي من ضمنها ريفلكشن وبامب وي وي وكل الرغي ده كله. خدت بالك؟ ايه اللي انا جيت عملته؟ كل اللي انا جيت عملته خدت كوره واساين وشو. شكرا. عنده بس وزودت له بس صح؟ في الاوبستي واديت له صوره. طب استنى طه، في سؤال لولبي اللي هو ايه؟ لو حضرتك جيت هنا في الاوبستي وجيت خدت صوره مش ابيض واسود، خدتها جراي مثلا زي كده وفيها ابيض واسود من ضمن، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى درجه الترانسبيرنسي ما بين الابيض والاسود والجراي متوزعه. يعني ايه؟ يعني الاسود خالص هيكون ترانسبيرنت، الابيض خالص ما فيهوش ترانسبيرنت، الجراي هيبقى درجه متوسطه من الشفافيه. هتشوفها؟ لسه مش باينه. هنيجي بقى للضلع الثاني اللي هو بتاع الماتيريال، اللي هو بتاع المرايه. احنا خدناها كده بالحب قبل كده. لو انا حبيت ادي مثلا الماتيريال دي كده، اللي هي دي كده اهي، عايز ادي لها مرايه بردك از يوجوال، يعني باخد هنا اي كوره واقول له هنا اساين. هعملها ازاي؟ الديفيوز بخليه هنا اسود، شايف؟ ريفلكت والريفلكت هنا هخليها هنا فول ريفلكشن ابيض. طب ثم عشان دي تبقى مرايه فعلا لازم اجي اشيل هنا الكريستال عشان تبقى فعلا مرايه. خلاص؟ يبقى انت كده لما هتيجي تعملها هي ريندر، هي بترفلكت اي حاجه قصادها على حسب زاويه ميل الكاميرا. خلاص؟ هاجي بس هعمل هنا ريجن عليها كده اهي، وهعمل هنا ستوب، وهعمل هنا ريندر على الجزئيه دي فقط. شايفها؟ بس كده بس كده ايه؟ كده خلاص بقت مرايه؟ طب انت شايفه ايه؟ انا لسه مش شايف. انا عملت يا باشمهندس في التاسك اللي فات، فكانت بتختلف على حسب فعلا الكادر اللي انا واخده. طبعا مزاويه الكاميرا، طبعا مزاويه الكاميرا اللي انت بتاخدها طبعا. ايوه ظهرت، هي بدات تظهر. الشباك طبعا مرايه ولا مش مرايه؟ مرايه. تمام.
تعالي بقى نعمل ايه؟ كنسل دي كده تمام، وتعالي ناخد مثلا حاجه كده فايل خفيف اللي هو زي صاحبنا ده. يبقى انا كده عرفت ان انا ممكن اروح احط درجه لون واروح اديله درجه ريفلكشن. تعالى بس نلعب في ده كده شويه، واجي هنا للماتيريال، ومش هنستخدمها، هنستخدم بقى الماتيريال بالعكس. يعني انا جيت هنا وعملت هنا اساين باللون ده، وجيت هنا وفر ريفلكشن، مفيش قيمه، ده انت عندك القيمه ما بين لون اسود ولون ابيض، هديله قيمه متوسطه كده من ريفلكشن. الجلوسنس اللي موجود دي مقدار اللمعه. مين عنده مرايه في البيت؟ كلنا. طب لو النور قطع بتشوف نفسك فيها؟ لا طبعا. طب لو في نور ضعيف او في نور اقوى فاقوى، يبقى معنى كده انت عندك الجلوسنس لو انت جيتي كبرتيها كده، ده اللي هو كميه الجلوسنس او السبيكولار او اللمعه اللي بتطلع نتيجه اللايت. يعني انت هنا لو اللايت ضعيف ولا حاجه الكلام ده مش هيظهر. تعالي خليها مثلا 0.8، شايفه اللمعه فين؟ لمعه الاضاءه. طب لو انت جيتي خليتيها هنا 0.4، شوفيها كده بقت مط شويه. طب 0.5 0.65 مثلا بقت مط. يعني كده ظهرت خفيف. وصلت؟ حد فاكر لما احنا جينا خدنا الماتيريال اللي هي بتاعت الذهب؟ بتاعت الايه؟ الذهب. كنا بندوس عندنا على الماتيريال ونختار جولد على طول. لا احنا بنطلعها بقى ازاي؟ خدناها؟ خدناها بس دي عشان عند حضرتك. نعمل كنا الاول بنعملها اصفر. ايوه. اورنج كده مثلا. ذهبي. واخد نفس اللون ده كوبي. واجي اغمق درجه اللون الثاني اهو. واجي اخلي دي مثلا 0.9 مثلا. ايه رايك في الدهب؟ برافو عليك يا باشمهندس. ايه الدهب ده؟ دهب ولا مش دهب؟ رائع رائع. فنان. والله جامد. بس عايز دمعه اكتر طبعا. طب يا باشمهندس يعني في دهب كده اللي هو بتاع الخشب اللي هو حوالين المرايه مثلا بيبقى فيه لون ذهبي. مذهب. قصدك المذهب مش الذهبي بقى؟ مثلا انا مش فاكر. طب هو كنت انا اللي انا طلعته ده من شويه ذهب بذمتك؟ لا طبعا. طيب ولسه بس انا بقلل الفايل لما لقيته بياخد وقت في الريندر فقلت اقلله بس. اقلل سيتنجز عشان ما ياخدش معانا وقت. خدت بالك؟ فانت عندك اللون اللي ظهر ده ذهب ولا مش ذهب؟ ذهب. هو لسه مش باين قوي. ده لا مش دهب. ده مش دهب؟ طب ما ده ايه طيب؟ ده مش دهب خالص. ايوه ماشي، ما اكيد هو مش دهب، بس ده ايه؟ ايه من الواقع اللي انت شفته؟ لون بس مش دهب. كانه أيوة. بلاستيك يعني. بلاستيك ولا فخار ولا صيني؟ ممكن اللي هو الفخار ده. صح؟ اللي المط ده عشان مش ما فيهوش اللمعه بتاعت الذهب دي اللي هي. سيبك من الذهب خالص، هي اكيد مش ذهب. انا عملت كده قاصد عشان اوريك ان ده مش ذهب، وفي نفس الوقت ده خامه ايه؟ انت حاساه ايه زي بره؟ صيني؟ ممكن. اي ممكن صيني، ممكن حاساه بلاستيك برضه. طيب يبقى انت كده خدتي اللون وخدتي معكوسه ده اغمق او افتح واديته درجه ريفلكشن صح؟ كده الفريسنت. وتعالي من تحت اديله الافكت الايه اللي هي الميتالز او الحاجات اللي المعادن، هتلاقي الدنيا هي ايه؟ هتاخدي ايه؟ هي ايزي ورد ورد دي بتاعت الافكت اللي هي بتاعت المعادن. بصي تمام. ده كده ذهب ولا مش ذهب؟ ذهب. اللمعه بانت. مش اللمعه، شكل الافكت الناس بتتاوى. ده ذهب ونص يا طه. ذهب ونص طبعا. طب معلش يا طه، هو المذهب اعمله ازاي؟ المذهب ده اللي هو بيبقى اقل لمعيه، اللمعه بتاعته قليله. هتيجي تعمل ايه هنا؟ نقلل الجلوسنس. اهي بدل ما هي 0.9 انا اخليها مثلا 0.65 بس. شوفي كده. ايوه بنت شايفها؟ لو غيرنا اللون كمان عملناه اصفر شويه هيبقى هو بالظبط. طبعا احنا خدنا خامه الجلد صح؟
لا ما خدناش. خدناه والله. يبقى خدناها يا باشمهندس. اي يا نور ساكتة يعني يا نور، انتوا تعبتوا صح؟ لا هي مش عارف. خدنا يا جماعة خدنا الجلد ولا ما خدناهوش؟ لا احنا ما خدناهوش. طب لو طلع خدناها زود لكم طاسة. ندي لي يسرا مش حوار. ماشي والله ما بهزر، لو هي قابلت انا مش هكسفك يا باشمهندس. ها؟ وانا مش هكسفك ولا ريمال كمان. فنانة والله فنانة. خلاص. مش انا رحت اديت هنا لون، هو ايه الجلد؟ هو عباره عن لون واخد درجه ريفلكشن صح؟ اهو. واللمعه بتاعته ممكن تبقى مط او لميعه شويه على حسب خدت الجلد. اهي. بوينت مثلا لا بوينت 85 مثلا. جلد ولا مش جلد؟ جلد. ده كده جلد؟ لا. طيب انزلي بعينك تحت كده الايفكتس بقى، مش الجلد ده بيكون في بارز وغائر؟ حللي بقى. نو نن نن. وتاخدي مين من هنا؟ نويز. وتيجي تقللي قيمه النويز، يعني بدل ما هي 25 خليها واحد. تمام. ايه ده؟ هي دي قلب الدهان الحيطه؟ لا قلب الدهان. بلاستيك. طب استني كده نخلي هنا اللمعه بتاعتها مثلا 0.65 مثلا او 6 بس كده. شويه كده. الله الله الله. كده ايوه كده. بس استني، مش كل الجلد كده، في جلد تعبان وفي تيكتشر جلد كتير. طب استني تعالي بدل نويز تعالي هنا وكده اعمل كلير. انا يعني ليه انا بعمل الكلام ده قدامكم وبحلل كذا فكره؟ انا عايزك تحللي كل حاجه اتعملت ازاي بقى بعد كده. يعني انت تشوفي الحاجه اللي قدامك وتفكري تصنعيها ازاي، مش مهم يكون عندك مكتبه، افرضي المكتبه دي طارت اختفت، انت صنعي خلاص حاجه هنا بقت ماب، واروح جاي واخد تيكتشر من ضمن التيكتشرز الكتير اللي موجوده. يعني شوفي ده كده، دي كده خام الجلد. في جلد كده صح؟ وصلت. وانا ممكن اخلي اغير الريفليكشن بدل ما هو ابيض قوي كده يبقى ميدي على لون اغمق. مش لون اغمق، الريفليكشن ما بيديش لون اغمق، الريفليكشن بيديك درجه لمعه او لا. يعني ممكن اخليها مثلا هنا بوينت 0.5، هتلاقي المط ده قل يعني بقى مط ازيد، شايفه؟ انا قصدي ان هو بهت شويه. مش بهت، هو على حسب كميه الاضاءه اللي موجوده، يعني خليها مثلا 0.7. بصي كل انواع الجلد دي موجوده بشنط مثلا، يعني اقصد ان الكلام ده موجود عندك في كل حاجه حواليك. بس انا اللي انا اقصده طبعا ان انت تفكر ان انت ازاي تطلع، مش مهم انت تروح تركب وخلاص. القصه مش قصه جلد، القصه قصه تحليل شكل، تبتدي انت تروح تطلعه ويديك ايفكت انت محتاجه واقعي زي ما الصوره بتقول. انا هروح اخد مثلا تيكتشر دي وريني كده ده هتبقى ايه. قلب ايه؟ هي البيكتشر دي بحطها في الريفلكشن صح؟ في الريفلكشن. اي واحده اللي هي دلوقتي دي؟ لا دي انا بحطها في بام. الريفلكشن ما بحطش فيه تيكتشر، الريفلكشن انا بحط فيه درجه لون وبحط جلاس. جلاس. خدت بالك؟ فالمهم ان انت في كل حاجه من الاحوال دي كلها ان انت تروحي تحللي ايه الصوره، ويبقى في تخيل ايه اللي هيطلع بعد ما تروحي تستخدمي الصوره. دي كانها طينه فعلا. او حيطه او طرطشه. انتوا حد معايا ولا؟ ايوه. طيب انا عايز اوريكم بس اللي هي التاسك، مش عارف انتوا طلعتوها ولا الصور. لا لسه. طيب انا عايزكم تنزلوهم الصور دي، انا عايزها زي الصوره بالظبط، يعني مفيش اختلاف ملي مثلا. حلو. يا اما لسته مشاكل نحلها. الصور اهي، دي صوره من ضمن الصورتين اهو، شايفها؟ الثانية اهي. حد معايا ولا فين؟ ايوه حضرتك. استنى عشان قلبه. طيب. ودي اهم. هل؟ مش ما مفهومش رسم، حتى الكنبة أنت تروح تجيبها جاهزة. أنا مش محتاج غير الإيفكت اللي هي تديني درجة واقعية بنسبة 1000000%. طب ما جاتش 1000000%، تجيب لي ورقة مليانة مشاكل نقعد نحلها 1 2 3 4. درجة الريالتي يا جماعة بتيجي بكمية الاكسسوارز وكمية الافكت اللي انت تحطها زي ما انت بتشوف وزي ما غيرك بيشوف زي ما انت هتطبق في الواقع. انتوا معايا ولا فين؟ انا عايز بقى في الفترة اللي جاية دي استماتة في الشغل، يعني يا انت يا الصورة. خلاص احنا بنقفل. اي نعم لسه فاضل لنا 4 محاضرات بس احنا بنقفل. فانا مهم بالنسبة لي ان المشاكل دي تظهر واحنا شغالين. وصلت؟ تمام.